لا تقل معركة نائب رئيس مجلس النواب ضراوة وصعوبة عن غيرها من الاستحقاقات البرلمانية أو الحكومية، فعين الفرقاء المسيحيين لا سيما الأرثوذكس منهم على وجه الخصوص تنصب على موقع دولة الرئيس، ثاني أعلى منصب في البرلمان اللبناني، وهو ينتخب بالأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين وبموجب اقتراع سري. نائب رئيس مجلس النواب بيتولى مهام الرئيس بحال غيابه أو بحال تعذر قيامه بمهامه حسب النظام الداخلي لمجلس النواب. هو ينتخب مع رئيس المجلس ومع المفوضين ومن السرية اللي هي بتشكل هيئة مكتب المجلس خلال 15 يوم يلي بتلي بدء ولاية مجلس النواب، وطبعا بدعوة من رئيس السنة. ليش طائفة نائب رئيس مجلس النواب الأرثوذكسية هي من قبيل العرف الدستوري؟ يعني ما في نص ولا مطرح لا بقانون داخلي لمجلس النواب النظام الداخلي ولا بالدستور ولا حتى باتفاق الطائف، ولكن درجت العادي وأصبحت عرف دستوري. 14 نائب رئيس لمجلس النواب اللبناني توالوا منذ عام 43 حتى عام 2018 وفق أرقام الدولية للمعلومات. نقول غصن كان أول من انتخب عام 43 وعلى دورتين، تلاه أديب الفرزلي الذي انتخب 10 مرات غير متتالية، ثم فيليب بولوس وغسان تويني عام 53، مرورا بمنير أبو فاضل الذي حل نائبا لرئيس مجلس النواب 15 مرة غير متتالية، الأولى عام 58 والأخيرة عام 86. في عام 60 انتخب فؤاد بطرس نائب رئيس لمجلس النواب، تبعه فؤاد غصن مرتين، ونسيم مجدلاني مرتين كذلك، ثم ميشيل ساسين، فميشيل معلولي عام 72 خمس مرات، ثم ألبير مخيبر منذ عام 87 وحتى 90. قبل اتفاقية الطائف كانت ولاية نائب رئيس مجلس النواب محددة بعام واحد، لكنها تحولت إلى 4 أعوام بعد الاتفاق. في عام 92 وحتى 2004 انتخب أليل فرزلي نائبا لرئيس مجلس النواب، ثم تبعه ميشيل المر عام 2004، ففريد مكاري على مدى 13 عاما، وانتهاء بالفرزلي مجددا عام 2018. وفي حين تبدو انتخابات رئاسة مجلس النواب محسومة سلفا لصالح الرئيس نبيه بري، فأن موقع نائب الرئيس لا يزال مدار تجاذب وغموض وبازارا سياسيا، خصوصا وسط الحديث عن مقايضة بين الموقعين وإن نفى البعض وجودها. دارين دعبوس، قناة الجديد.